عشان انا قومي ما اخاف من اللقاح. ليش عشان يقوم؟ لان اللقاح وش ابره. انا الصراحه شفت ارسل لي واحد من اخوياي ان بدوا يعني اللقاح من 12 سنه 18، وعلى طول رحت صرعت عند امي قلت لها، قلت لي ما بدت تلقيح ودي القح، عشان ودي ايش؟ ابكر افضل. بالبداية كنت خايفة، بس الحمد لله عشان لا سمح الله جتني كورونا ما تصير قوية علي. لأن ماما وبابا طعموا تلقحوا، فحس زال الخوف عني. هم أقنعوني وأنا رحت قلت لهم البداية، قلت إنه عادي آخذ اللقاح، ما اعترضوا على طول قالوا إيه. ما جاني شعور الخوف، كنت متحمس إني آخذ اللقاح. أول ما أعلنوا حجزت على طول. اللقاح لازم تاخذه، يعني تاخذه عشان إيش؟ حماية لك، حماية للمجتمع اللي حولك. تلقح قبل ما تجي المدارس. تشجعوا لان شيء له فائده لكم، يعني الفائده رجعت لكم. هو شيء لابد منه عشان نواكب الحياه، يعني لازم نتعايش مع هذا الامر، خصوصا ان التطعيم منذ الصغر ولا في اي اشكاليه في التطعيم.